اليوم يقولون لنا البركه فيكم، خاطر مع الناس بس باش نحفلوا باش نبيس على القانون اللي حاطينه، على الدوله اللي خذت حقوقنا، على الدم اللي بردون قلوبنا. احنا تو قدام مجلس التاسيس ما ناش مروحين من هنا الا ما نشوفوا حق اولادنا. احنا رانا ما نش نبيعوا فيهم باش يعطونا فلوس، احنا نحبوا القتل اللي يتحاسب. احنا تو اليوم عامين ما لقينا حتى شيء، لو كان واحد ولدت به امه راه يبدر في الخطوه ويجري. احنا عامين اولادنا توفوا ما رينا حتى شيء، ما رينا شيء، نحبوا القتل اللي يتحاسب. اليوم يجي يقتل، شكون قتلهم اولادنا؟ اخي جتنا من امريكا، جتنا من الصهيون، شكون قتلهم؟ احنا اولادنا قتلهم البوب وقتلهم الجيش، اولاد تورس قتلونا. الخو قتل الخوه، راه ما جاتش من الدول الاخرى، فهمتني؟ راه اللي كببل متاع برقيبه قبل اللي حاطينهم في الحاكم، فهمتني؟ اللي كانوا مع برقيبه ولا معزين، اللي ما عندهمش والدين هذوك هم اللي قتلوا، راه فهمتني؟ ما ظهر ليش واحد كان عنده ام وعنده لكانش هذاك عنده به بونتو، انا على الفرصه لقاها فرصه، مش لقاها قدامي يقتلوا، فهمتني؟ احنا تو ولدي طالبين من الحكومه يا تعطينا حقنا. اللي قتل اللي تحاسب ماهوش قتل 19 سنه، احنا 13 من الكرم، فهمتني؟ انا ام الشهيد شكر السيفي 19 سنه، لا يزطر لا يسكر لا يتكيف لا يسرق. نعرف ولدي عاش راجل مات راجل، أما نحب هو ما عاش راجل ما تعيش، أنا نحب في عوده، أنا ناخذ له حق، ما خذاش الحاكم أنا ناخذه بيدي، خاطر نعرف في الكرم مشكور، فهمتني؟ أشكون اللي جاء وطلب مني السماح بليل الشايب من الكرم، فهمتني؟ احنا 13 خاطي الجرحى، ومن بعد قال لي سامحني ما ناش أنا قتلت وأنا الكل، مشيت سكت بيه ما حبش نتاع القضاء القواد نتاع محكمة عسكرية اللي قاعد فوق الكرسي، الكلب حشاك، فهمتني؟ ماهوش راهو كلب يعطي كلب. ماهوش حاكم باش يعطي حاكم، راه يلزم الشعب ياخذ حقه بيديه. يا حماة الحماة الأمو الأمو لمجد الزمن تعذر عن في علوق الأزمة لولا الشمال باش المراجيع ما عادش يكون لجنة حماة عامين بعد مازلنا ما نجموش نحتفلوا، خاطر على خاطر جوستومون على خاطر التو عرفنا شكون من اي ان كريم ديتا صار. دوله ضربت اولادها والتو نعرفوا شكون، التو فما محاسبه صحيحه، التو فما دي بروسي باللي مويان نيسيسير باش معناها تصير اون جوستيس ريالمون. التو صاروا معناها فما عائلات هوني من با قبلوا من با قبلوا التعويضات على خاطرهم يجوا جوستومون اللي هما يحبوا الحقيقه قبل، وحتى اللي يطلبوا التعويضات يقول احكيوا لك اللي هي كلها مشات في الدار باش يطلبوا حاجه وحيده، يحبوا يعرفوا شكون شكون، وكي يعرفوا شكون يتحاسب الشخص هذاك. معناها فما عباد عندهم دي دوسي كومبلي، عندهم شهود، عندهم يعرفوا العبد وين، يعرفوا وقتاش كيفاش علاش، وهذا كله ني با بري اون كونسيديراسيون. كيفاش تحبنا نحتفلوا؟ معناها كان فما ما هو يحكيوا هالايامات على شكون الكونسيونس نتاع الثوره وشكون ذاكرة الثوره وشكون يحمي الثوره، هذوما ذاكرة ها هما الكونسيونس نتاع الثوره موجودين هوني. مالوغوزمون بالنسبه لاهميه القضيه المسانده ماهياش على وتر، لا المسانده نتاع السوسيتي سيفيل نتاع العباد العاديين معناها ولا كي العبد ولا ولكن معناها لا نتاع صحافه بور دير لا فيريتي. جو سوي ايتوني انا اللي مراش معناها زملاء صحفيين هوني الوغ كو حتى دان بوان فيو جورناليستيك سيت ان سوجي باسيونون. عندك مواطنين خذاو المصير نتاعهم اون مان ولاو عندهم باش يوليو دي سبيسياليست جوريديك، معناها تالمو خذاو القضايا نتاع ولادهم نتاع خواتهم نتاع اون مان، معناها عندهم عامين توا من المحاكمه من سيتينغ الاعتصام من وهم يحاولوا باش يسمعوا في صوتهم. سي ان بريز دو كونسيونس معناها زاد دو لوفي دو لا جوستيس، وحنا في هالبيريود هذايا دو جوستيس ترانزيسيونيل جوستومون تو سو جو لا. حق الجريح واجب، حق الشهيد واجب، حق الجريح واجب، حق الشهيد واجب، حق الجريح واجب، حق الشهيد واجب. نحن راهو ماناش ضد الاحتفالات وماناش ضد البهجه وماناش ضد المهرجانات، نحن من عشاق الحياه والحياة تساوي الاحتفال كذلك، ولكن نحن ضد من يضحك على ذيقوننا، ونحن ضد من يتاجر بقضيتنا، ونحن من باب أولى وأحرى ضد
من يسعى بشتى السبل إلى استنزاف قضيتنا سياسيا. قضية شهداء وجرحى الثورة وما أدراك شهداء وجرحى الثورة هي قضية عندها اليوم 17 ديسمبر 2012 تقريبا سنتين، وإلى حد الناس هذا، إلى حد اللحظة هذه، هو ملف لم يبارح مكانه، سواء تعلق الأمر بالناحية القضائية أو كذلك بالناحية السياسية. هو ملف ما زال شائكا، ويبدو أن الجميع تنكر ليعود لإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة، إنصافا في البعدين، البعد الرمزي أي محاسبة القتلة والتصدي لهم جزائيا، وفي بعد المادي أي التعويض العادل لعائلات الشهداء والتعويض العادل لجرحانا والتكفل بكافة علائق علاجهم ورد الاعتبار لهم ماديا ومعنويا. معاناة متواصلة، تهميش متواصل، نعيش في تقريبا سيناريو تاع مسرحيات في محاكمات الشهداء والجرحى. اخترنا اليوم التاريخ هذايا كتاريخ رمزي، وتاريخ أنا كما قلت لك عامين تعدوا على اندلاع الثورة، واخترنا زاد الشعار للصبر حدود، بالرسمي للصبر حدود. عامين تعدوا ما صار شيء وما تحقق شيء في الملف هذايا، يلزينا من الوعود، يلزينا من القرارات اللي تخرج من الأفواه وما تطبقش على في القانون. جايين هنا طالبين، قدمنا 10 مطالب تقريبا من الجمعة الفارطة، قدمناها للمجلس التأسيسي، مصرين عليها بحول الله باش تتحقق في قوانين وتشريعات، لأن هي الضامن الوحيد باش تضمن حقوق الشهداء والجرحى الثورة. نعرف العدالة الانتقالية أول شرط من شروطها كشف الحقيقة، باش نتنقلوا الأرض الواقع، نشوفوا قضايا الشهداء والجرحى. خرجت صدرت أحكام ابتدائية كما في المحكمة العسكرية بالكاف، المحكمة العسكرية بتونس، ما ثماش حقيقة، ما ثماش أنا محاسبة، ما ثماش الناس شهداء معلومون وجرحى معلومون، قتل معنا مجهولون إلى هذه الساعة. ما نعرفش العدالة الانتقالية إذا ما تصيرش كشف حقيقة وما تصيرش معنا محاكمات عادلة، علاش باش تبنى العدالة الانتقالية؟ باش تبنى في معنا في أوراق ولا لا؟ ما تصورش هذا شيء. تقريبا الشعب التونسي عمل ثورة من بين الأسباب على المماطلات وعلى معنا السياسة كانت متبعة في تونس في السابق، معنا القرارات والأوراق واللي سمعوا به شيء، والمواطن التونسي يعيش في شيء آخر، في واقع آخر. هذاك علاش بصراحة ما عادش الناس متحملة، وما عادش الناس باش تصبر على الشيء هذايا. جاء وقت تو باش كل إنسان ارتكب جرم في حق أبناء الشعب التونسي يتحاسب عليه، والحقيقة كل تكشف، والمتورطين من الأمنيين والعسكريين والسياسيين يلزمهم يتكشفوا، يلزمهم يتحاسبوا، وحقوق الشهداء والجرحى يلزمها معناها يتسن فيها قوانين وتشريعات باش تكون الضامن الوحيد لهم. لا يبقى يكون رب عبر كل حد.